السلام عليكم، صلى على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. زوجي لقيته داخل عليا بكرتونه كبيره كده من الرمان، وقال لي بقى تعالي ورينا شطارتك في فصفصه او فرط الرمان. في الله المستعان، بس اعتقد الفيديو ده مش هيمشي مع فيديوهات الاتيكيت بتاع امينه شلبايه. بمردانه العجين او فرده العجين هنفصفص الرمان بسرعه الصاروخ. يلا بسرعه حطولي لايك واشتراك وكومنت حلو وشجعوني. يلا نشوف هنفرفط او هنفرط الرمان او هنفصفصه ازاي. خلونا نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة. هنا اصحابي زي ما انتم شايفين بنمسك حبة الرمان، بنشيل الجزء الدائري اللي فوق ده بحرف السكين، وبنمشي مع بيبقى فيه خطوط كده الابيض اللي هي فواصل الرمان، بنمشي معاها بنعمل الفتحات دي بحز السكين، يعني بيطلعوا 4 او 5 كده. وزي ما انتم شايفين بنشيل العنق اللي هو داخله الابيض، وبجيب حبة الرمان احطها على كف الايد. بس نصيحة استخدموا طبق كبير واسع عشان النقاط من بتتطاير من عصير الرمان وما تبهدلكيش الدنيا، او تقفي على الحوض تسوي كمية الرمان اللي عندك عشان تسهلي على نفسك التنظيف بعد الفصفصة. خبطتين ثلاثة على طول الرمان كله بيتفصفص وبينزل زي ما انتوا شايفين بسرعة الصاروخ، لا مجهود ولا تقعدي تفصفصي حبة حبة، وبتطلع معاكي تحفة. ان شاء الله هنعمل بيه وصفة حلوة قوي كلنا بنشتريها من السوبر ماركت، بيبقى سعرها غالي شوية، رمان رخيص وما شاء الله تبارك الرحمن مسكر قوي ولونه احمر كهرماني. فانتظروني في الوصفة الجاية، لايك وشير واشتراك. السلام عليكم.